السلام عليكم حباباتي الغاليات على قلبي، نتمنى يا رب تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اول حاجه الله يسهل على كل وحده يا ربي العالمين، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وتفاعلوا مع الفيديوهات باش نتشجع حتى انا نحفزني باش نقلوح لكم فيديوهات. والله العظيم انني قررت انني نحبس لانه شفت التفاعل قل، وغير البنات اللي طلبوني عافاك اختي راه عندي الوصفات ديالك ناجحين وهذا وهذا، داكشي علاش قررت انني نرجع. الله يسهل على كل وحده يا ربي، الله يدير لكم الطريق في الضيق، اي وحده تتمنى امنيه يا ربي ترزقها، اي حاجه تمنت في خاطرها. البنت العازبه الله يزوجها بشي ولد الناس اللي يتهلا فيها ويصونها، البنت المزوجه اللي عندها مشاكل مع الراجل الله يتولى في الخير، اللي بغات الاولاد الله يرزقها الذريه الصالحه يا رب العالمين. اليوم جبت لكم وصفه خطيره ترى والله العظيم. المهم البنات راه نحاول نهضر شويه بلهجه بيضاء باش كل شيء يفهمني، والله العظيم انه طلسم خطير رهيب للجلب، يعني اي شخص على بالك يعني جلب الحبيب جلب الزوج او جلب الزوجه يعني رجوع طليق او رجوع المطلقه، يعني وصفه خطيره 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 والله العظيم. اني واخا نشكر فيها حتى الغذاء ما نوفيش لها حقها. المهم فكيف ما قلت لكم الوصفه يعني هي طلسم ناري، يعني كيخدم لينا بخدام النار، يعني الخدام تاع النار، ووصفه سهله وبسيطه يعني للناس اللي كاينين في الغربه اللي بيقولوا لي ما عندناش مكونات ما عندناش هذا، فالوصفه سهله وبسيطه. الطلسم خطير واي واحد يمكن يعمله، الناس اللي كتكون خايفه من الطلاسم فالطلاسم اللي تنعطيكم كتكون بسيطه ما فيها حتى شي اذيه. كاين الطلاسم اللي كيكونوا خطيره بزاف ماشي اي واحد يديرهم، انا نقد نديرهم ولكن نتوما الا، لذلك الطلسم يعني ساهل وما فيهش يعني ماشي ايدك حتى شي حاجه. وثاني حاجه انك البنات او العيالات اللي خائفين من هذا الطلسم عملوا تحصين يعني بآلة الكرسي فهي احسن تحصين، وبداو الوصفه على بركه الله. فكنحتاجوا قلم يعني من الاحسن هذا يكون اسود كيكون باين في الكتابه وكيشد لينا مزيان بحال هكا. كنحتاج سكين او يعني نسيت انا على سميتو مشيت لي سميتو ولا المهم شي حاجه بحال هكا، بغيتو ديرو سكين صغير، هذا السكين ولكن كبير يعني حجمه كبير، هذا راه بحال الشاقور. مسح هاد الكتابة اللي مسحت هنا. شوفوا البنات الوصفة أسهل ما يكون، شوفوا شنو كنحتاجو فيها، قلم وسكين كبير فقط. فالوصفة كنعملوها البنات أو الطلسم كنخدموه يوم الإثنين أو يوم الخميس، يعني كبداية كنعملوه يوم الخميس أو يوم الإثنين، يعني النهار الأول نعملوه إما خميس إما الخميس إما الإثنين، من بعد نعملوه في النهار اللي بغينا، حيتاش كنعملوه من جوج ثلاث الخطرات باش يرجع لنا داك الشخص اللي بغينا. كيف ما قلت لكم جلب الحبيب جلب الحبيبه جلب الزوج الزوجه، يعني لو كان بيناتكم خصام كيف ما تعرفوا المشاكل اللي كاين دابا، المراه كتفكع في دارهم، الزوج كيتقلق ويولي زعلان ويمشي حتى هو يطج، يعني سهله وبسيطه. فاول حاجه يوم الاثنين او ليله الاثنين او ليله الخميس كنهزوا هاد السكين، ماشي بالضروره يكون جديد يعني فقط يكون عندك في المنزل، ولكن سمعوا نقولكم البنات ضروري تكونوا على طهارة. ثاني حاجة أن هاد السكين ملي تخدموه يعني مبقيتوش باقي تخدموه في الطعام في الدار، يعني خصكم تخلصوا منه. المهم ليلة الخميس أو ليلة الاثنين اللي هي الأحد بالليل يعني مع 12 تاع الليل منتصف الليل، غنهزو هاد السكين ونحطوه في إناء ونكبو عليه أو نصب عليه ماء الزهر، ماء الزهر، ونخلوه ليلة كاملة في السطح، يعني تنهزو بانيو أو إناء تنحطو فيه ماء الزهر بكمية كثيرة حتى يغطي لنا هاد السكين أو الموس، ونخلوه يبات ليلة كاملة في السطح. الناس اللي ما عندهم سطح راه كاين البالكون كاين بزاف ديال الأمور، المهم يبات ليلة كاملة تحت النجوم تحت القمرة كيف ما تنقولو. في الصباح ملي نفيقو ولا توصل العشية المهم تنكتبوا داك هاد الطلسم اللي غنوريكم على السكين. نتمنى تعملوا الحاجه كيف ما قلت لكم باش ننجح معاكم السكين يعني بطاس الطلسم مزيان، حاولوا انكم ديروا شي تفوزيخه اللي غتكون عباره على شويه العرعار، هذه راه تفوزيخه خطيره شويه العرعار قبل ما تبداو هاد الوصفه
ديروا الفسيخة باش تحيدوا كامل الناس اللي عندكم واي حاجه. يعني في هذه الوصفه غنديروا شويه العرعار في هذه الفسيخه، شويه الحرمل، ونديروا شويه الحلبه. نفوسخوا راسنا هي الاولى عاد نخدموا الوصفه، يعني شويه العرعار، شويه الحلبه، وشويه الحرمل، نبخروهم ونبداو على بركه الله. فالطلسم هو عباره عن هاد، شوفوا معايا مزيان، نتمنى ان تكون واضحه لكم الكتابه، تبعوا معايا مزيان. الجهه الاولى تندرو فيها خطين حارق بهذا الطريق، نتمنى ان الطلسم يكون لكم باين وواضح. هاد الطريق انا نكتب لكم في الدفتر من بعد باش تشوفوا، يعني تشوفوا مزيان. من بعد كنديروا هذا الرمز، شوفوا معايا مزيان. المهم انا نقرب لكم الطلسم باش تشوفوا مزيان كي داير. ها هو تنديروا دوك جوج خطين وتنديروا هذا الرمز، نكتبوا لكم من بعد. كنجيو لهاد الجهه الثانيه، نجيو للجهه الثانيه تنديروا هذا الرمز بهذه الطريقه البنات، هيك الطريقه تنديروا حلف الحاء ثلاث مرات وتنديروا، وهنا كنكتبوا اسمك انت، مثلا اسمك مريم بحروف متفرقه مر اي، واسم امك مثلا فاتحه حروف متفرقه. والشخص اللي بغينا نجلبوه، يعني الشخص اللي بغينا اللي عملنا له هذه الوصفه يعني لغايه الجلب او التهييج او الطاعه، كنكتبوا اسمه في الفوق يعني في الاعلى، مثلا اسمه هو سعيد، ساء عين ياء، يعني بحروف متفرقه. اسم امه مثلا فاتحه او خديجه، كنكتبوا اسم الام بحروف متفرقه. لو ما عرفتيش اسم الام ديالو كديروا حواء. دائما في اي وصفه كنستخدموا فيها اسم الحبيب يعني والام ديالو، فلو ما عرفناش اسم الام كنديروا ابن حواء، يعني حاجه واضحه وباينه. بعدين كنهزوا هاد السكين وحطوه فوق النار، يعني نحطوه فوق النار سواء بهاد الجهه سواء بهاد الجهه الثانيه، ما عندك شيء مشكل، سواء هاد الجهه او الجهه الثانيه. تنخلوه يعني حتى يولي احمر بالنار، يعني يولي يعني وصلنا واحد الدرجه ديال الحراره تكون كبيره بزاف، يعني واحد الدرجه ديال الحراره تكون كبيره جدا. من بعد تنهزوه تنحطوه في حاجه تكون بارده، يعني حطوه في ميه او في الماء، يعني الميه هي الماء، وكتسمعوا داك الماء مع داك السكين كيقول واحد الصوت ديال تش. ومن بعد ملي تيبرد لينا هاد السكين وسط الماء، يعني بعد ما حرقناه مزيان، كنعاودوا العمليه. حاولوا كل نهار تعاودوا العمليه جوج المرات، يعني كيف ما قلت لكم الوصفه كنبداوها يوم الاثنين او يوم الخميس. ملي تانا بدينا نهار الاثنين فكديري الاثنين ثلاث الاربعاء الخميس ما عندكش مشكل. الا بديتي نهار الجمعة الخميس تبداي من الخميس الجمعة السبت الحد، يعني غير بداي اما الاثنين اما الخميس، ماشي تجي تبداي الوصفه من نهار الثلاث ولا شي حاجه، الا لان هاد الايام هي كتكون الايام المباركه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هاد السكين ملي كنديروا فيها الطلسم صافي، ما بقيناش كنستخدموه في الطعام، كنتخلصوا منه. يعني كل نهار كنعاودوا هاد العمليه مرتين في اليوم، يعني لمده اسبوع كامل، اسبوع كامل كنديروا هاد العمليه. وراه سبحان الله، انا داك الشخص اللي في بالك سواء كان يعني حبيب او حبيبه غادي يرجع ليك، وغادي
يعني وصفة خطيرة وهتطلسم رهيب، وترددت أن نستخدمه، لذلك حذاري ثم حذاري، استخدموه في الحلال فقط. أنا لست مسؤولة على أي واحد تعمله في الحرام، استخدموه في الحلال فقط، لأنه سبحان الله الوصفة ملي كتعمليها بنية خايبة فهي كترجع عليك بالسوء. لذلك اشتركوا في القناة وفعلوا بالجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد، والله يسهل عليكم يا رب العالمين، والله يفرحكم، والله يدير لكم الطريق في الضيق، والله يعطيكم منوة ان شاء الله في خاطركم يا رب العالمين.